مرحبا. كل الأطفال بيحبوا الحيوانات، فشو رأيك تقدمي لهم شكل حيوان المفضل على طاولة الفطور الصباحية؟ تابعيني بهذا الفيديو لتتعرفي على ساندويش الزرافة وطريقة تحضيره. المكونات اللي رح نحتاجها اليوم هي 5 شرائح من التوست الأبيض الطري حجم كبير، 3 شرائح جبن جودا من فريكو، شريحتين مرتديلا دجاج، ورقة نوري أسود، خيارة. بأول خطوة بنحط شريحة مرتديلا على قطعة التوست وشريحة من جبنة الجودة من فريكو ونغطيها بقطعة التوست الثانية. بنقصها على شكل بيضوي. ناخذ قطعة توست ثانية، شريحة مرتديلا ثانية، شريحة جبنة جودة من فريكو ونغطيها بقطعة التوست الأخيرة. بنقصها على شكل طولي. هلا هيك صار عنا راس الزرافة ورقبتها، وهلا نحاول نرسم بقع الزرافة من جبنة الجودة من فريكو. هلا بنرسم القرنين تبع الزرافة. بهالطريقة بناخد شريحتين طوال وبنحطهم هون. بنرسم دائرتين صغار ليكونوا هنن راس القرن. بورق النوري شكلنا الأنف والعيون والفم، وهلا بحبة الخيار بنحاول نرسم أذنين الزرافة. هيك بيكون صار عنا ساندويش على شكل زرافة. تابعني بفيديوهات جديدة لوصفات مبتكرة